ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ومعانا فقرة جميلة جدا، فقرة حلوة، حلوة في طعمها، حلوة في شكلها، حلوة في ريحتها، يعني الحقيقة لفينا في أكتر من دولة وحبينا نجيب لكم أكتر من نوع حلويات علشان نعرف طريقتها النهاردة ونشوف وندوق قدام حضراتكم طعمها كمان، وهنقول لكم الصراحة إذا كانت حلوة ولا وحشة. معانا هيكون إيه النهاردة؟ معانا أسامي ممكن يكون أول مرة نسمعها، وأكيد ممكن يكون في ناس سمعوها الأسامي دي، مثلا ممكن التريليتشيا كيك الحليب، ودي أصلا تركي، وفي كمان الجلاب جامون ودي هندي، وفي السابلي سواري برضو نوع من أنواع الحلويات، وفي كمان سان استبيان أو سان سباستيان ودي تشيز كيك، وكل الحلويات دي هنعرفها النهاردة ونعرف طريقتها وازاي بتتحضر وازاي نقدر نعملها في البيت في مطبخنا عادي رغم صعوبة أسمائها يعني، لكن نقدر نعملها في البيت مع أستاذة أو الشيف وفاء زكريا. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، أنا اتشرفت بيكم بجد، يعني شرف خالص ليكم بجد. بصوا خليني أقول لهم ما تتخضوش من الأسماء، الأسامي يا جماعة هو الأسامي صعبة بس الشكل مألوف يعني، يعني الأسامي عايزة دراسة لوحدها يعني، بذكر شيء من امبارح يعني بسيطه وسهله جدا. لكن هنا يمكن حياتي جايبه لنا اربع اصناف، في صنفين منهم من المطبخ التركي والهندي بالزبط. خلينا نتكلم ونعرف في الاول ايه اللي بيميز المطبخ التركي وايه اللي بيميز المطبخ الهندي. اللي بيميز المطبخ التركي اللي هو كميه الحليب او اللبن اللي محطوطه في الحلويات. صحيح، هما حقيقي حقيقي بيحطوا كميه لبن خطيره يعني، يعني لبن يعني وكريمه لباني، لبن وكريمه لباني والجبنات بكل مشتقاتها بيضيفوها في الحلويات بطريقه حلوه جدا. وعلى فكره دي ليها ميزه اللي هي ايه بقى، يعني انا لو عندي حد من ولادي مثلا ما بيحبش ياخد الحليب واضح وصريح كده ممكن احطه بالذات في الكيك دي. فظيعه، دي رائعه، فظيعه بجد. بصي انا مدمناها عامه، الحليب في مكوناتها او اللبن في مكوناتها في الثلاث طبقات كميه لبن فظيعه. طيب بما ان احنا نتكلم على الكيكه دي، قولي لنا بقى طريقه المطبخ الهندي، الطريقه اللي بيميز المطبخ الهندي. اللي بيميز المطبخ الهندي الحلويات بتاعتهم بتبقى مسكره جدا وفي نفس الوقت دسمه، يعني الحلويات الجلاب جامون اللي قدامكم دي هي شبه الزلابيا، الشكل يقول زلابيا في الاول لا بس ما. الطعم هي اصلا المكونات بتاعتها بتتعجن باللبن النيدو اول عن اخر، يعني بنستخدم بدل الدقيق او بدل الماده الرابطه اللبن النيدو بيتعجن بكميه من اللبن برضو مقاديرها كده بتبقى مظبوطه عشان تدينا النتيجه الحلوه دي. تمام. طيب خلينا نتكلم عن الكيكه. الكيكه بقى التريليتشيا دي اصلا المفروض ان هي ظهرت في العصور الوسطى، يعني من زمان جدا 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 ايام ما كانوا بيعملوا الكيكات ويسقوها بصوص زي مثلا الترايفل وال وفي حاجه تانية برضو بتتسقي كده ايطالي الترايفل والتيراميسو. تيراميسو طبعا، تيراميسو الاثنين برضو بيتسقوا بشويه حاجات كده، فدي عباره عن طبقه كيك ومسقيه بكميه لبن. انت قولي لنا بقى مقادير طريقه عمل كيكه التريليتشيا. التريليتشيا تريليتشيا الكيك بتاعها المقادير بتاعته 3 كوبايات دقيق، وممكن بيختلف من دقيق للتاني، ممكن تاخد من كوبايتين ونص لثلاث كوبايات. تمام. دي اول طبقه بيتحط لها كمان الزيت مش سمنه في العجينه بتاعتها. يعني السمنه ما ينفعش؟ لا ينفع، ينفع بس هي اصلا دسمه زياده عن اللزوم، وكمان بيتحط لها كمان في الشربات بتاعها حاجات تانية مختلفه فبتبقى قويه جدا في طعمها. طب يعني قد ايه، يعني قول لنا مثلا المقادير تقريبا، لو انا اخدت 3 كوبايات دقيق، لو انا اخدت 3 كوبايات دقيق هنحط كوبايه لبن، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه زيت، باكو بيكنج باودر، وعندنا 4 بيضات ومعاهم فانيليا طبعا، ويستحسن فانيليا سايله ويكون طعمها قوي كده وحلوه عشان كميه البيض على زفاره البيض اللي موجوده فيها. تمام، ده كده بالنسبه للكيك بتاعنا. خلاص احنا عملنا الكيك، في حاجه طبقه تانية بيتشرب بيها اللي هو عباره عن 3 كوبايات لبن، واحنا قلنا طبعا الكيكه دي فظيعه مدمره في اللبن، بس اخدنا ال3 كوبايات بتاعتنا حطينا عليهم نص كوبايه سكر، ولو عايزين نستغنى عن السكر ونحط اللبن المحلى المكثف بالظبط ناخد نص العبوه. انا بعملها بالمكثف بس بصراحه بس هتبقى تقيله زياده عن اللزوم. دلوقتي عملت المكونات بتاعت الكيكه، عملت المكونات في الفرن، حطيتها في الفرن تقريبا ممكن تاخد وقت قد ايه؟ بتاخد حوالي تلت ساعه، هي مش بتاخد كتير، ويستحسن في قالب يكون كبير عشان طبقه الكيك تبقى صغيره. تمام، عشان لما هتتسقي هتعلى ويكون التقديم بتاعها شكله. اكون بجهز الطبقه الثانيه اللي هتتحط عليها. اللي هتتحط عليها احنا خلاص شربناها اوريدي ب3 كوبايات اللبن مع نص كوبايه السكر مع 4 معالق لبن نيدو.
يعني بعد ما تطلع بعد ما من تطلع الفرن تبرد تماما لازم، يعني لو مسكت الطاجن او الحاجه اللي محطوطه فيها في الفرن تبقى بردت. فاروح سقيها بقى باللبن ده واسيبها حوالي ايه يعني ممكن اخرمها كده عشان تتخرم بالشوكه تتخرم بال يعني. لا انا عايزه افهم، هي الكيكه تبقى طبق يعني هي طبقه واحده واشربها ولا بقطعها؟ لا ما بقطعهاش، انا بجيب شوكه او بجيب خله بتاعت الاسنان دي او شيش طاووق بتاعت الشيش طاووق واخرمها وبكون بسقيها بقى باللبن، بس شرط تكون بردت لان انا لو سقيتها وهي سخنه هتعجن معانا ومش هتبقى حلوه خالص. بس احنا اللبن الشرط ان هو يكون مثلا ساقع او سخن؟ لا أو عادي في درجه حراره المكان مفيش مشاكل. تمام. سقيناها نسيبها برضو ننساها شوية كده، لو ورانا أي حاجة نخلصها. نبدأ بقى في طبقة الكريمة. طبقة الكريمة هي بيبقوا شايفين أصلاً طبقة الكريمة تقريباً قد طبقة الكيك، يعني طبقة الكيك أو أقل سنة صغيرة، هي يعني تحت تلتين، هي تلت نصها. أنا قصدي أنها طبقة كمان كبيرة مش صغيرة. ده حقيقي فعلاً. أنا أخذت كمية اللي حضرتك قلتي عليها الثلاث كوبايات لبن ونيد والسكر ده. دي تكفي الصينية اللي زي دي؟ تسقيها كلها وبتشربها وبتبقى طرية جداً وجميلة. تمام. طب والكريمة؟ بس لازم نستنى عليها الكريمة. هناخد 2 باكو من الكريم كراميل. لا مش الكريم كراميل، اللي هو الكريم شانتي. كريم شانتي 2 باكو كريم شانتي وكوبايه ميه بتبقى ساقعه لو انا عايزاه خفيف. لو انا عايزاه اتقل شويه وهحط له لبن طبعا بتبقى كوبايه لبن ساقعه. طب انا مش ممكن مثلا بدل الكريم شانتي اعمل يعني اللي هي اسمها كريمه لباني اللي هي الحلو مثلا؟ هي بصراحه هي تقيله جدا فمش محتاجه تقول لي كريمه لباني تخفف الدسم بتاعها. طبعا الكريمه اللباني هيبقى طعمها هتبقى احلى واحلى طعمها بس هتبقى اتقل كتير يعني. بالظبط كده. الكريمه اللباني دي قشطه عالي في يعني اوقات المحلات المخصوصه يعني بتعملها بالكريمه اللباني هي بتكون تقيله جدا حقيقي بتبقى افضل في الطعم، لكن في تقلها ودسمها بتبقى. ما هو اليوم ده بقى اللي هياخد فيه حد قطعه يعني صغيره وناكل بقى يوم الفري او دي يوم الدمار الشامل يعني يوم الدمار الشامل. بس كده عملنا طبقه الكريمه. المشكله انك تاكلي منها وتحسي ان هي خفيفه يعني. هي الحاجات الحلوه دي بصراحه عامله زي الواحد لما يكون مثلا مدمن. انا لا 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 في القطعه لازم اخلصها. لا مش حاجه عشان ما تبوظيش النظام. بس مش بيتحط لها كراميل على الوش؟ بيتحط طبقه كراميل. طبقه الكراميل بتتعمل بكوبايه سكر دي بقى التقيله، كوبايه لبن. طبعا السكر هنا ليه شرط اللي هو يبقى سكر ناعم مش بودره، بحيث ان هو يقدر ياخد درجه حراره معانا ويسيح وفي نفس الوقت يعني السكر العادي بتاعنا احنا اللي بنحطه على السكر العادي شاي. بتاعنا عايزين حاجه مش ما تكونش مخرزه جامد يعني. مم. يكون الابيض شبه ناعم بس مش ناعم. بتحطه على النار؟ بتحطيه على النار وطبعا اول ما تلاقي الجناب بتاعته في حاجه بتكون لونها فاتح كمان. مم. علشان خاطر تتحمل درجه حراره وتبقى انت ملاحظه الكراميل بتاعك وصل لدرجه ايه في السوا بتاعته. تمام. عشان ما يتحرقش وبعد كده اول ما يبتدي يتكرمل شويه. اول ما يبدا يتكرمل طبعا احنا بندخل بمعلقه او باي، ويا ريت يكون معلقه خشب تكون طويله شويه. عشان الفوران اللي بيحصل لما بنحط كوبايه اللبن عليه. تمام. لو كوبايه اللبن كمان تكون دافيه او سخنه بتبقى احلى. لا بس اول ما بتحطيها الكراميل نفسه بيمسك. بيمسك صح في الاول بيمسك، انت تحسي كل الشغل بتاعك باظ. ما هي دي الخدعه. بتحطي النار بتاعتك تبداي تقلبي واحده واحده كده لغايه لما تلاقي الكراميل بتاعك فتح. طب مش بتحطي مثلا زبده على السكر ده شويه؟ بحط قطعه زبده مكعب كده مثلا 10 جرام. بس انا عايزه اقول لك المشاهدين قاعدين دلوقتي عاملين يكتبوا الطريقه فاهمه، فمش عايزين نقطه تعدي مننا يعني. المشاهدين بجد ويا رب يطلعوا معانا بنتيجه حلوه من الحلقه الجميله دي. احنا هنعرف بقى النتائج في التعليقات، فعايزين نديهم الوصفه صح عشان تطلع زي ما هي كده. اوعي تقولي انا صدقيني بجرب الوصفات. طبعا مفيش حاجه مش باكلها. بجرب الوصفه ممكن مره واثنين وثلاثه لغايه لما تظبط معايا، ولما باجي اقول مقادير حاجه بقولها بكل امانه. طب الكراميل بيتحط امتى بقى؟ بعد ما يعني الكرم احنا حطينا خلاص طبقه الكريمه دخلناها الثلاجه شويه. الكريمه خدت وضعها، الكراميل برد جدا جدا يبرد صح. بنفرده وبنكون على فكره شايلين 2 معلقه او 3 من الكريمه عشان نخطط بيها الشكل الجميل ده في النهايه.
بس. بس احنا بقى في حته وقفنا عندها وما كملناش يعني. إيه؟ بعد ما حطينا الزبده على السكر، بعد ما حطينا الزبده على السكر خلاص بنديله كام غلوه كده لغايه لما ياخد يعني المنظر حلو. الكش ده هيرجع يفك تاني، هيفك تاني تمام، مفيش اي مشاكل معانا. وخلاص بعد ما فك بنديله كام غلوه حلوين كده. وهنا في تك على فكره، قولي لي، احنا هنديله كام غلوه ونستنى عليه لما تبقي بالنظر شايفاه ان هو بدا قوامه يتقل معاكي، علشان يديك الكراميل الحلو اللي اتحط على الوش كده، وانا بيبقى ماسك نفسه. ولو تقلنا عليه في السوا كمان يطلع معانا توفي. شفتي بقى انا رجعت لها للتقيل، بيبقى حاجه تحفه. لا بس لو تقلنا عليه هيمسك كده في لو تقلنا عليه هيتقل وهيبقى توفي. احنا ممكن نستخدمه بقى في الحاله دي جناش، نزوق بيه حاجات، نعمل بيه وردات شبه اللي موجوده هنا كده. تمام. طب الصينيه الفظيعه اللي قدامي سان سباستيان ده. دي بقى هي دي اللي انتي سباستيان. ايوه ايه دي بقى دي؟ سان سباستيان دي اصلا، لا مش دي، مش اللي في الكاميرا هنا اهو، دي ايوه اللي قدامي دي. دي زي تشيز كيك، بس تشيز كيك مش بتتعمل على البارد. انا اصلا من عشاق التشيز كيك، مش بتعرف الكلام ده. هي جميله. وعلى فكره هي بتتقدم بطريقه تانية مختلفه، صوص بقى عليها بيتقلب يعني القالب وهي من غير اي حاجه كريميه، طعم التشيز كيك اللي احنا بنجيبها على طول من الطعم. لا لا, 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 لا دي تشيز كيك مخبوزه اللي احنا بنجيبها بتبقى على البارد. دي طبقه البسكوت بس بتاعتها هي اللي بتتحط في الفرن، او ممكن تعمليها على البارد بالزبده وكده. بس دي جبنه اول عن اخر. لا يعني حاجه جميله. وطبعا بنخبزها. لا قبل ما، لا دوقي بقى وقولي لي رايك. قدامك يعني عشان قدامي صح؟ طب ماشي هتدوقي؟ دوقي دوقي. بس انا عايزه رايك وبكل امانه. هاكلك في بوقك يعني. يعني اديني حتى يعني اطول ازاي طيب؟ اهي يا ماما ماشي. يلا أي ممكن تاخدوا الصينيه، تاخدوا الصينيه جنبكم انتوا الاثنين وتقولوا لي بامانه كده. هي حاجه ناعمه ودايبه كده. بصي هي كريمي غير ال غير التشيز كيك اللي احنا عارفينها، بس حلوه قوي. انا عندي مثلا على فكره فيها من طعم التشيز كيك اللي احنا بناكله فيها طبعا. فيها طبعا، بس انا حاسه فيها مزازه. هو المخرج قال لي واحده وتطلع ليمون. بلاش يا عبد العال. لا 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 هتطلع في المكونات بتاعتها عصير ليمونه كامله مع بشر الليمون. يبقى بشره الليمون هي اللي مدياني المزازه دي. لازم هي اللي موازنه في الطعم، مخليه بقى طعم حلو وحادق زي ما بيقول. طيب قول لنا المقادير بتاعتها. المقادير بتاعتها احنا جايبين عبوتين اي نوع جبنه كريمي تكون مش مملحه، تمام كده. بعد كده هنضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء، او اذا كان عندنا فود بروسيسور فيها مكان للضرب تمام. وبنحط عليهم اربع بيضات واحده ورا الثانيه. برضو بتاخد كميه من البيض؟ برضو بتاخد اربعه. ووقت ما هنحط البيض واحده واحده هنحط عليهم طبعا فانيليا سايله، فانيليا باودر. بس الفانيليا السايله هي بتبقى اقوى في الطعم. يعني حضرتك بتفضلي الفانيليا السايله اكتر؟ الفانيليا يعني لحظه كده ده حقيقي. بس ساعات بعمل ميكس طبعا لونها بني في الحاجه اللي لونها بني وريحتها قويه كده. ايوه دي فعلا حلوه ريحتها. اصلا اول ما بتتفتح الابواب بتاعتها بتخلي البيت ريحته برفيوم تحفه. بس نحط منها كام نقطه؟ انا نحط من يعني ممكن لو عندك المعالق العياريه دي بناخد اصغر واحده فيهم اللي هي ممكن تبقى معلقه شاي نص جرام. ممكن تبقى نص جرام. احنا ما عندناش المعيار ده. معلقه الشاي وما تكونش مليانه على الاخر. تمام. عشان ما تمررش معانا بقى. الفانيليا لو زادت. بس احنا كده حطينا الجبنه الكريمي وضربناها. طب انا عايزه اسال على حاجه، الجبنه الكريمي دي انا ممكن اروح اشتريها مثلا اقول له عايزه جبنه كريمي، ولا في انواع معينه يعني بغض النظر عن الاسامي؟ هي في شركات منزله جبنه كريمي. انت اول ما تروحي عند الثلاجه في اي سوبر ماركت هتلاقي انواع كتير للجبنه الكريمي. بس اللي بتستخدم هنا كامله الدسم. تمام. يعني دهون اللي هي المثلثات المربعات الحاجات دي، ولا الكريمي اللي بيبقى في لا اللي بتبقى في القوالب ال 400 جرام؟ صح. لان احنا هنستخدم عبوتين منها تقريبا كيلو. استخدم اللي انا بقوله يعني 800 جرام. قولي كيلو مثلا الا ربع يعني الصينيه دي 800 جرام. الصينيه دي 800 جرام وضيفي عليها البيض والسكر ومعلقتين الدقيق. بس وانت خدتي شوكتين فاحسبي بقى نسبه الكالوريز بتاعتك. شوكتين نصهم وقعوا في الصينيه نتيجه بقى شوكتين. لا انا قصدي على الكالوريز بتاعتك انا ماليش دعوه. لان ما ندورش على اي يعني كالوريز. النهارده فري ما ندور خلاص. النهارده فري ما عنديش فري النهارده. بس يلا بس خلاص جبنتنا اتضربت وتحط عليها البيض. حطينا الفانيليا. هناخد معلقتين دقيق او معلقتين نشا للربط على حسب ذوق كل واحد عايز يربطها بايه. والسكر بتاعها كوبايه الا ربع عشان يطلع بالملي بالظبط كده يعني زي ما دقتوها وقلتوا السكر بتاعها معتدل. سكرها بقى على بعض ازاي بقى يعني وانا بشتغل بقى بنضيف الحاجات دي على بعض ازاي؟
اول حاجه بنبدا بيها الجبنه، ضربناها كويس جدا. بعد كده حطينا السكر، السكر بتاعها على فكره ممكن نحطه بودره وممكن نحطه خشن. انا حاطه فيها السكر بتاعها خشن اللي هو كنت جايباه عشان اعمل بيه الكراميل، فاخدت منه اللي هو ناعم مش بودره. وحطيناه مع الجبنه، ضربناه كويس جدا لغايه لما السكر اثره اختفت تماما من المكونات. وحطينا البيض وحطينا الفانيليا، حطينا معلقتين الدقيق عشان نربطها، بشرنا ليمونه وخدنا العصير بتاعها. بعد كده حطينا البيكنج باودر. طيب بشره الليمون السانس باستيان لا ما فيهاش بيكنج باودر، البيكنج باودر هنا تمام. بشره الليمون دي يعني انا ببشر القشر بتاع الليمون نفسه. ببشر بس اخد القشر الاصفر اللي من بره، ما اوصلش للابيض عشان الابيض ده مر. والعصير نفسه بتاع الليمون كمان. والعصير نفسه بتاع الليمون تمام. ضربنا كل المكونات كويس جدا. نجيب بقى القالب اللي بيتفتح وبيتقفل ده، مقاس 18 او مقاس 20 بالكتير، لان المقادير دي لازم تبقى ليها ارتفاع معين. انا عاملاها في القالب رقم 18. دهنته بس ما فيش تحت لير كده بسكوت او حاجه؟ لا 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 خالص. يعني ما هو ده الحاجه الوحيده. ما هي بقى دي ده السر بتاعها. بصي ربطت ازاي وبقت جميله. اللي احنا بنعمله بيبقى في طبقه البسكوت اللي تحت وبالزبده وندخلها الفرن صح. لا هي دي على فكره موجود. تعتبر اخف بكتير فعلا. هي خفيفه قوي وسكرها حلو. تشيز كيك كمان بيتحط فيها جبنه كامله الدسم. طبعا تمام. اي حلويات لازم الحاجه تكون كامله الدسم. لو انت عايزه تبقي اخف شويه بتجيبي اللايت، جيبي اللايت مفيش مشاكل. احنا ان شاء الله نعمل بدايل صحيه للحاجات اللي مش صحيه خالص. نتمنى بصراحه في حلقه قريبه جدا يكون في بدايل صحيه باذن الله. باذن الله. وبعدين كده خلاص حطيناها في الفرن، بنشغل فوق وتحت. بتاخد من تلت ساعة ل 25 دقيقة. الفرن قد ايه سخن؟ الفرن ما تكونش عالية قوي عشان ما تحرقهاش ويكون قلبها لسه نايل، لان طبعا في مكوناتها في بيض. طبعا. انا سويتها على درجة حرارة بين ال 200 وال 180. 180 وطبعا نحط لا ما بتجربيهاش. هي اصلا بتطلع بتتحرك بالظبط. عاملة زي الجيلي. ودي برضو تكة من ضمن التكات، لازم تطلع من الفرن تكون بتتحرك زي الجيلي كده. يعني ما نستناش نقول لحد ما تبقى شكلها زي الكيك. اول ما تشوفي وشها احمر كده، مش احمر، وحسيتي الجناب بتاعتها احمرت زي الكريم كراميل كده ما بيطلع برده كده. وبتسيبيها تبرد وبتدخليها الثلاجه. القالب بتاعها احنا على فكره دهناه قبل ما نفضي فيه الكيك، وحطينا ورق زبده. تمام. ورق الزبده مش بيتحط اصلها كلها سايله يعني ما فيهاش حاجه تمسك شويه، فلازم يبقى في ورق زبده عشان يمسكها وعشان ما تطلعش كمان من القالب ونعرف نطلعها بعد كده. صحيح. طب نلحق الهندي بقى بصراحه للجلاب جامون الجامد ده. هو طبعا ده مرتبط عند الهنود بالمناسبات الحلوه. وطبعا اكيد كلنا شفنا في المسلسلات ولما بييجوا يدوا الحلويات لبعض في المناسبات الجميله بتاعتهم. ده الزلابيا. انا افتكرته زلابيا. هو الشكل زلابيا بس طعمه مش زلابيا خالص. منه ما انتي دوقتي. انا ما دوقتش على فكره. انتي هتدوقي لوحدك؟ ايوه. لا قلبي قولي لي رايك. مستحيل. ايوه. ايه ده؟ ايوه. طعمه مختلف خالص عن الزلابيا. مش زلابيا. هو الشكل نتخدع فيه لكن الطعم مش زلابيا. هو حلو. هو حلو قوي عشان كمية السكر اللي فيه كمية مش طبيعية. السكر اللي فيه برضو مش مسكر قوي لدرجة ان انت هو العجينة بتاعته مش بيتحط فيها كده. عامل زي مش عارفة في عجينة. هو في عجينة صح؟ العجينة بتاعته هو لبن نيدو، هو احنا بنستخدمه بدل الدقيق. يعني الجلاب جامون ده كله لبن نيدو؟ كله لبن نيدو. في جي؟ لا الدقيق احنا حطينا معلقتين دقيق. ممكن تبدليهم بمعلقتين اللي هو دقيق السومولينا اللي هو دقيق البسبوسه. بس فالاول بقى اخدنا معلقتين اللبن النيدو وقطعتين من الزبده، كل قطعه فيهم 10 جرام في درجه حراره المكان. قعدنا نديها باللبن النيدو ونخليها زي رمله البحر كده. اخدنا بقى نص كوبايه لبن. هي دي الماده السايله اللي احنا هنعجن بيها. واخدنا نص باكو بيكنج باودر. تمام كده. لخبطنا كل الحاجات دي مع بعضها واخدنا نص كوبايه اللبن عجننا بيها. وبعد ما حطينا البيكنج باودر بتاعها وكملنا عجينه كله بنسيبها ترتاح حوالي 10 دقائق ونشتغل فيها بقى تبقى كور صغيره على قد ما تقدري. لان مجرد ما بتدخل في الزيت بتكبر وبعد كده لما بنحطها بتتقلي بعد كده. بتتقلي. بتدخل الفرن. بتتقلي. بتتحط في الزيت بتكبر وبعد ما بيتعمل لها الشربات اللي هو المقدار بتاعه كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعصير ليمونه وكم فص حبهان كده.
عشان ده اللي بيميز الطعم. الصنف الرابع بقى اللي هو السابليه السوري. وقتنا بيخلص بس ممكن حضرتك تقول لنا بسرعه جدا. السابليه السوري بتاعنا طبعا دي من الحلويات السوريه المميزه قوي يعني. المكونات بتاعته 3 كوبايات دقيق، كوبايه وربع سمنه، الدقيق كوبايه الا ربع خشن وبالطحن. ليه؟ علشان الكميه بتاعته بتعلى بتكتر اكتر يعني. ما بنقدرش نعايره وهو بودره. واخدنا 4 بيضات وفانيليا، وطبعا الحلويات دي مش بتحط لها بيكنج باودر خالص. بس عجناها واستنينا عليها شويه، وبعد كده اخدنا القوالب وحطيناها في الفرن. ما بتاخدش على فكره 10 دقائق وبتكون استوت. كل قالب بيتزين بالنوع اللي احنا حابينه، سواء شوكولاته او كراميل او اي على حسب رغبتك بقى. الجناش ده اللي بيتحط او التزبيق كده. ويعتبر هو على فكره العجينه بتاعته عجينه البيتي فور. تمام. وحتى طعمه جميل، انا اتمنى ان انتوا تدوقوه بقى وتقولوا لي رايكم. انا بشكرك جدا الحقيقه، وقتنا انتهى. كل الشكر لشيف وفاء. ميرسي ليكم، وانا اتشرفت بوجودي معاكم. ميرسي خالص. وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ميرسي ليك يا ميرفت، وبصراحه اتبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده والحاجات الاكتر من رائعه دي. شكرا ليكي. ميرسي خالص ليكم. بشكركم كل مشاهدينا. صفحتنا على الفيسبوك برنامج من يجدها بالعربي. اللي حابب يتواصل معانا يبعت لنا اي حاجه حابين ان احنا نتكلم عنها، اي موضوع حابين ان احنا نتكلم فيه، بيسعدنا استقبال رسائلكم. دي كانت نهايه فقرتنا وكمان نهايه حلقتنا. استنونا يوم الاثنين الجاي قبل ساعه من دلوقتي، وتصبحوا على الف خير.